بسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نطرح شو السلام عليكم جنود الاستبقاء 92-96، ماذا بكم؟ أعطونا الصوت برك، الصوت نديرو لايف خفيف هكا على واحد الأمر هام. سمعت؟ السلام عليكم، أعطينا الصوت، الله يعيشك. الصوت برك، بارك الله فيكم. راح ندير واحد لايف صغير هكا، خلاص راح نعرج على واحد النقطة هكا. أنا لي لايف زعما نورمالمون صايح حبسناهم، ولكن القلب كي يتعمر لازم نتكلم. خاوتي عطيونا الصوت برك، الصوت راح ندير واحد النداء هكا خفيف، الصوت مليح. ربي يبارك فيكم جنود الاستبقاء 92-96 في إطار التعبئة. السلام عليكم مرة أخرى، مرحبا بالجميع، تحياتي خالصة لجميع جنود العشرية. نحن فئة جنود الاستبقاء في إطار التعبئة 92-96. نذكرك رانا نرفعوا الانشغالات تاعنا، نطالبوا بالتسوية تاعنا. خاوتي راح ندير لايف على خونا، على خونا جعفر عبد الملك، او توفى البارح دفنوه اليوم. النداء راح نديره على جالو خونا جعفر، راهو مستبقي من دفعة 14، خلى 6 اولاد عامل يومي، دفناه اليوم. ترحموا عليها خوتي، عاودت ندير منشور ولكن قلت ندير له لايف ومن طون نتكلم على الارامل والايتام. سمعت خاوتي؟ راهو جعفر عبد الملك توفى البارح، من توفى البارح تدفن اليوم، خلى 6 اولاد، يخدم عامل يومي، ما عنده حتى ضمان اجتماعي، كان يستنى في التسويه نتاعو باش يفرح بها ولادو ويستر بها العائلة نتاعو، ولكن شاءت الأقدار رحل لنا. ربي يرحمو وربي يغفرلو وربي قال شخر يصحلو وليداتو من بعدو. وش راح نقول خاوتي؟ عبد المالك خونا جعفر راهو من 2018 هو يعاني من المرض هذا، والبارح شاءت الأقدار أنه رحل علينا مع بداية العام الجديد هذا. وش راح نقول لخاوتي؟ ندائي إلى الهيئة المكلفة، إلى كبار المسؤولين، ماذا بكم اللايف هذا يتبارطاجا خاوتي؟ ماذا بكم يتبارطاجا؟ يزيكم منه من الخوف، ماذا بكم خاوتي يتبارطاجا؟ ندائي يا خاوتي، احنا دروك حقوقنا احنا ما ديناهاش، اعطيوها غير الارامل والايتام، ابداو بهم ولو كان هما الاولين، وابداو بالامراض، بالمرض كما نقولوا المستعصيه، جماعه الامراض المستعصيه، ماذا بكم تبداو بهم في التسويه، وتبداو بالارامل والايتام قبلنا احنا. احنا رانا مبكري، ما ديناش حقنا، وعطيوها الارامل سيدي، حتى كنموتوا مدوها لولادنا ولا والانسان، نقبلوا بالتسويه هذه، وحنا ما تعطيوناش. كيما راه ربي يضرك، حنا كل شهر كل شهرين يرحلوا منا 4-5 مستبقين. فينا بزاف اللي عندهم امراض مستعصيه، ماذا بينا تكفلوا بالامراض المستعصيه هذه، وماذا بينا الارامل والايتام تاع جنود العشريه هذه اللي كانوا في وقت ما في التسعينيات الحسن المنيع للوطن الحبيب، وساهموا في حفظ النظام كافة الإرهاب، أعطيهم حقهم ولو كان لأولادهم من بعدهم. فهمت؟ هذا وش أخوتي اللايف هذا اللي درته على جال الأرامل والأيتام. ندائي يا أخوتي إلى وزارة الدفاع، أعطيه حق ولو كان الأرامل والأيتام تاع جنود العشرية.
ايه ما تخليهمش يتمرمدوا، هو رزق ربي. ولكن واش راح نقولوا، انا ني ما لقيت واش راح نعبر، والله العظيم اقسم بالله ما لقيت واش راح نعبر. عبد الملك خونا كان يستنى في تسوية مسكين باش يستر بيها وليداته، اخوتي عنده 6 ولاد، عامل يومي ما عنده حتى مدخول، هو وربي سبحانه يتكفلهم. وكان رجال ما يخليهمش، ولكن حنا نطلبوا من وزارة الدفاع سووا لنا، ولو كان الأرامل والأيتام قبلنا، ولو كان تعطيو التسوية للأرامل والأيتام نولي واللي مو تعطيو الأرامل والأيتام ما تعطيوناش التسوية حنا. كي ولا دروك هاك هذو جنود العشرية حافظوا، ساهموا في حفظ النظام ومكافحة الإرهاب، واليوم لحقت بهم كل الأضرار. كل شهر نودعوا 3 4، وخلي اللي عندهم الأمراض المستعصية بلا حساب، واللي عندهم مرض مزمن بلا حساب. حنا راني مانيش نطلب تسوية ليا أنا ولا جنود الاستبقاء، حنا رانا بطلنا، أعطيوها للأرامل والأيتام نتاعنا. هادو صحابنا جنود الاستبقاء، أعطيوها للأرامل والأيتام، ما تخليهمش يتمرمدوا. والديه مراهم ساهموا في حفظ النظام ومكافحة الإرهاب، كانوا خيرات من خيرات الشباب هذا الوطن الحبيب. هذا وش نقول لخوتي، راني اللايف هذا درتو على جال الأرامل والأيتام. انا قررت ما نزيدش ندير، قلت بركات صوتيه والحقهم طب الراس، محبوا يمدونا تسويه ولا ما يمدوناش، الله يسهل. هذا وش نقول لكم، نطلب نزيد نعاود نرفع لين شي غالي. خاوتي بارطاجيو من اللايف هذا، بارطاجيو لاقصى حد، ندائي الى وزاره الدفاع، ندائي الى رئيس عبد المجيد تبون وزير الدفاع، سيدي الرئيس أعطيو التسوية نتاع جنود الاستبقاء للأرامل والأيتام قبلنا، قبل الحج أعطيو للولاد المجاهدين، راهم ما عندهمش بيانهم، ما كانوش مسؤولين، ما عندهم حتى ضمان اجتماعي وما عندهم حتى حماية اجتماعية. اتكفلونا بالارامل والايتام قبلنا احنا، وتكفلونا بالمرض المزمن والمرض المستعصي، اما اللي مازال بصحه وعافيه ما بلاش محوسين عند السويه، بطلنا. اعطيو للارامل والايتام، اعطيو للارامل والايتام، اعطيو للارامل والايتام، نولي وحنا ما ديناش حيين، خلي كي نموتوا مدوا الانسان وولادنا، تصون كرامتهم برك. حتى كي نرقدوا في قبورنا نرقدوا متهنين، أسطروا لنا ولادنا ونسانا بعد جالس اخر بعد ما نتوفاو، هذا ما كان. حافظوا لنا، احنا حافظنا على النظام ومكافحة الإرهاب، احنا حافظنا على النظام، حافظوا لنا على ولادنا ونسانا كي نموتوا من الاخر، هذا ما كان. بارطاجي واخواتي بارطاجي، واللايف هذا راني درتو على جال الأرامل والأيتام، مانيش ما عندي حتى خبر تاع تسويه وما نحكيش طول على التسويه. التسويه عطيوها للارامل والايتام تكفينا، رغم اني كل محتاجين تسويتنا، كي نموتو مدو لنا تسويه. كيما خونا عبد الملك هذا راهو ب6 ولاد من 2018 ويعاني بالمرض الخبيث، يظل يسقسي في نسيبو وشوف ليك ما كان جديد، قلت له كي عود جديد انا نجيك، وكنت راه نجي نديرو زياره نديرو لايف، ولكن ما شاءت الاقدار رحل علينا اليوم. اليوم دفناه، اترحموا خاوتي على جعفر عبد الملك، اترحموا عليه اليوم، وبيت ليه في قاش اخر في البيت الحقيقيه. هو انسان طيب، انسان نعرفه له ونشهدوا له بالطيبه نتاعو، نشهدوا له مخلص يصلي، انسان نظيف، انسان محترم، انسان ما شاء الله
هذا جندي من جنود العشرية، جنود الاستبقاء 92 96 فئة 74، الله أعلم. خاوتي هاي، السلام عليكم. أنا ترحمت عليه بلايف باش نتفكر الأرامل والأيتام. أنا ما نهدرش نهدر هك، بارطاجي واخاوتي، سويوا لنا الأرامل والأيتام يا مسؤول، ربي يبارك فيك. خلي احنا ما تعطيوناش تسوية، شبعنا صايد. سويو لنا الارامل والايتام، ندير في راسي بلي كي نموت الدوله نتاعي تكفل لي بالمراه نتاعي ولادي، ونرقد في قبري متهني. هذا واش نقول لكم، انا تبان لي تعيين لي اللايف تاعي واضح، بارطاجي وبارطاجي لين يحق بالالاف. وهاي، السلام عليكم، وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير جنود العشريه. هذا مكان، وسمحوا لي لكش ما غلطت، راني والله درت لايف لاني على بالي واش راني نهضر، قلبي تعمر تعمر صاي غلبت. ها هو تسمع واحد مستبقي مات، ها هو تسمع واحد مستبقي مات، ها تسمع واحد مستبقي، ها يفوت عليك واحد مريض باص كي تسقسي واش بيه يقول لك هذا وكان عسكري، ها يفوت عليك واحد يقول لك انا عندي لازم، واحد يقول لك عندي لاتونسيون، واحد يقول لك عندي القلب، واحد يقول لك كلاويه حابسين. واش راح نقول لكم، هذه كل تفاقم، هذا كل تفاقم من الشيء اللي فوتناه. ولكن ما كتبش ربي، ما على بالناش حنا الملف نتاعنا وش بيه اللي صار له الخلل هذا، رانا بطلنا نضرك عندنا، ما نطلبوش السويه لينا حنا، اعطيو الارامل والايتام تكفينا خلاص. هذا ما كان، انا كي نشوف الارمله واليتيم، قال الارمله واليتيم تاع المستبقي ولا جون العشيره كي تموت روح يدفع سلكي، والله العظيم غير تعجبني. نعرف بلي ولادي راهم كيما حافظت على النظام وحافظت على بلادي، بلادي تحافظ لي على ولادي كي نموت. استرهم لنا برك، استرهم لنا خالتي، راهم 6 ولاد اخوتي، وخلي لي خلا 4، وخلي لي خلا 5، وخلي وخلي يا مسؤول يا مسؤول. ها هذا الناس راهم عندهم حق من نهار الشطب، احنا ما حوسناش درك، واليوم راكم في بحبوحه. والله العظيم يعني واش راح نقول لخاوتي، سمحوا لي يا خاوتي، والله ماني قادر نهضر، والله ماني قادر نهضر، والله راح نبكي، والله ما قدرت نهضر. يعني عجبها يا ربي. عجبها يا ربي. يعني السنة الدولة تاعنا ديرنا هك، إرهابي كرمتوه، المجرم كرمتوه، عطيتو له الحق نتاعو بلا ما تمرمد، حنا مرمدتونا، سمعتو بينا العالم كامل، بانو نشحتو، بانو نطلبو، بانو نطلبو، بانو نطلبو، لو ماناش خايفين ولا لا غالب، جينا تعلمنا، تعلمنا في صغرنا نحافظو على النظام، هذاك هو الشي اللي خلانا التالي. والله والله مانا حابسين، هني نقولها لك، احنا حافظنا على النظام بكري وحنا حافظوا عليه اليوم، فهمت؟ تجيش واحد مسؤول كيما انت تمسخر بيا انت، رحم والديك، كل خطرة تخرج لي قانون، كل خطرة تخرج لي مرسوم، كل خطرة طيشني كوش دروات، ما عندكمش حتى شجاعة سياسية، فهمت؟ لما ناش خايفين، ولما جينا رجالة عبرك، لاني ما بكيتش على روحي، انا بكيت على اليتامى، هذا شكون اللي يتكفل بهم، فهمت؟ هل النساء مساكن هذو اللي شكون بهم، وباباه ساهم في الشيء الرخان اللي في البلاد هذه، مات باباه من خير خيمة الشباب هذا الوطن، واليوم يجي المسؤول هم والديك ما يباليش دير روحهم على بالوش. هذا واش نقول لكم، لقيتوش راه ناظر، والله ما لقيتوش راه ناظر. سمعوا لي خاوتي، والله ما قدرت نكمل اللايف. هاي السلام عليكم، والله ما قدرت نكمل، والله واش راح ندير، 50 سنة يبكيوني واحد كيما هذوك، انا راني كبرنا في حفاظ النظام، تالي تالي الزين تاعك والله ما تنجم تحبسني، فهمت؟ كبرنا في حفاظ نحافظوا على النظام، بصح انت ما حافظتش علينا، ثم احنا قريناكم وحافظنا لكم على الجامعات ما حرقوهمش، وحافظنا لكم على الليسيات، وحافظنا لكم على المؤسسات، وحافظنا لكم على كلش، واليوم كي وليت مسؤول عليا تولي تمرمد فيا التمرميده هذه،
والله يا كوم الجنود العشرية، والله جامعة ما تريح، والله مؤسسة ما توقف، وانتم تاع المكل. واليوم جنود العشرية ديروا له مكة، مش عيب عليكم يعني؟ قول هذو البرلمانيين هذو قريتوا على ظهرنا، كنتوا انتم تقراوا احنا نعسوا عليكم. فيه هذو جنود العشرية هذو اللي حطيناهم شغل ما كانش، هذو أول تعبئة، أول تعبئة ونجحت. هذا واش نقول لكم، سمحوا لي خاوتي، والله 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 راني